وكون هذه يعني الأيام أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. إذا كان يوم النحر أفضل الأيام عند الله فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؟ يقال إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام.